مرحبا بكم من جديد. بدأت في مدينة وادان الاستعدادات لمهرجان المدن القديمة في نسخته السادسة الذي تستضيفه المدينة هذا العام، وقد شهدت المدينة توافد الزوار والفرق الثقافية والفنية المشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز الذي ينظم كل عام مواكبة للاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف. عن الاستعدادات لهذه التظاهرة نتابع هذا التقرير. مدينة وادان وهي تستعد لاستقبال ضيوف النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة، بدت فيها الحركية اليومية تأخذ منحا جديدا، تتقاسم فيه الأنشطة التطوعية مع الأعمال الفنية التي تفرضها المرحلة. نسوة وادان شمرنا عن سواعد الجد وخرجنا من البيوت للمشاركة في نظافة المدينة أو في تهيئة أماكن العرض والمحال التجارية. متحضرين له بعد ومرحبين بالجانا كامل، مرحبا به السهل وكل شيء مهيئينه. يعني بنوا الخيام لين عدلوا ياك اللي يعدل كامل في اسبوع، اصلين للخطار اللي نعدلونه احنا ان شاء الله. هذا المهرجان ظاهر لنا انه الحمد لله له يستفاد الشعب كامل منه، تستفاد المرأة وتستفاد اللي يشتغل فيه الرجال وتستفاد الناس كامله. هو نظرنا احنا انه له يخلق اللي اراد الله الاستفاده، وهي بدات تستفاد. لا لباس، الناس بدات تبدا تجي والناس محضره، ما هي باخذ شيء من التحضيرات للمستوى العموم. نحن جايين مش نشتغل هون قال ودان سين عندنا ما شاء الله، ما رين ملي مكدر فيه لو متعدني ما عندهم مشكله الحمد لله. استفادتنا الام اللي انكراوا من الديار وجبروا الضعاف، جبروا الضعاف هي اهم عندنا داعي الخارج من من من, من الديار. الديار انكراوا هون باسميه 200 الف. المنصة الرسمية ونجيلة العروض الثقافية وما يجاورهما من فضاءات مهيئة للاستغلال، كما هو الحال لدور الضيافة والمنازل الخاصة، معالم كلها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الجاهزية. معروف أنهم دعمين قالوا دعم السيد رئيس الجمهورية يتألف من 40 مليون يوجه عادة لتهيئة الدور لياك يمكن أن تستضيف الزوار، وقمنا بعملية انتقاء لتلك المنازل. حددنا هذه السنة 150 منزل وحددنا تغيير أيضا جوهري للسنة، بحيث أن اقتطعنا 10 ملايين من ذيك 40 مليون ليكن وجوه للفئات الهشة من أجل دعم السيد الرئيس يصل كافة شرائح المجتمع يحسوا به. في مقدمة الوافدين إلى مدينة وادان وصلت بعثة قناة الموريتانية في موكب إعلامي متكامل العدد والعدة، أخذ على عاتقه مسؤوليات نقل الحدث بالصورة والصوت وبكل دقة ومهنية. موريتانيا سباقة للوصول إلى مدينة ودان في هذا الظرف الخاص استعدادا وتأهبا لتغطية النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة في مدينة ودان التاريخية. إذا اكتمل وصول الفرق، كل الاستعدادات اتخذت للنقل المباشر ولإعداد الورقات الإخبارية وكذلك البرامج الوثائقية والتحليلية المواكبة لهذا الحدث البارز. عنوانان أساسيان بارزان، ما الذي ستضيفه هذه النسخة لمهرجان المدن القديمة، بمعنى ما هي الانعكاسات على واقع حياة الناس في هذه المدينة التاريخية. في نفس الاتجاه سنعود محاولين الغوص مجددا في سبل استكناه شتى أبعاد هذه المعلمة التاريخية البارزة. هذه التدابير والإجراءات التحضيرية قد تكون عنوانا بالخط العريض على لوحة فنية رائعة لحضارة كانت هنا وما تزال صامدة رغم تحديات الطبيعة، تحديات تسعى الدولة إلى مواجهتها من خلال مهرجان نفض الغبار عما تزخر به هذه المدينة من التراث المادي واللامادي. مختار أبو الأحمد لقناة الموريتانية من مدينة ودان التاريخية. وتحتل مدينة ودان مكانة سامقة بصفتها مركزا من مراكز الإشعاع الديني والثقافي في البلاد ومدينة تاريخية بامتياز. المكانة العلمية لمدينة ودان نتناولها ضمن التقرير التالي. تذوب الشمس كمغرة خلف شموخ النخيل، فتغفو أطلال تفرل في غيابات المساء مستأنسة بقبور بعض من قادة المرابطين بالكاد تميز معالمها، بينما تنهض وادان معلقة فوق قمة الجبل
مطلة على الوادي، وهي تغالب قهرية الطبيعة التي قضت على جزء كبير من ميراث الآباء المؤسسين. انتقل سكان تفرلة إلى هذا المكان الذي نحن بجواره، وهو الجامع العتيق بودان الذي أسسه الحجاج المصلحون العلماء الصلحاء، فانتقل إليهم أولئك وتآخوا معهم على الإسلام وبنوا هذه المدينة التي نقف فيها الآن. وهذا الذي تراه هو الجامع القديم الأقدم، وبناه الحجاج مذكورون بالتعاون مع تلاميذهم ممن ضم إليهم ومن تآخى معهم من المسلمين من أهل تفرلة، وأقاموا هنا دورا للتلاميذ والغرباء الذين يأتون من الآفاق ليتعلموا. بنيت وادان وفق طراز معماري فريد مزج بين الطين والحجارة وسعف النخيل، لتبدو كقلعة إغريقية محصنة في أحضان سور كبير يحميها صولات الأعداء ويوفر لسكانها ظروفا ملائمة للتعلم والعبادة. يشق شارع الأربعين عالما وسط المدينة العتيقة التي تراصت مساكن أهلها كجسد واحد، بينما لا تزال التحصينات المقامة بجوار بئرها في السفح شاهدا على حقبة تأبى الاندثار، ورغم عاديات الزمن لا تزال مخطوطاتها تتنفس عبق التاريخ. هذه الكتب النادرة تقريبا على سبيل المثال يجبر كتاب في القرن الرابع الهجري، بروز الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، وراح يبيع لي انا في المعهد الموريتاني للبحث العلمي، وقطورا من فرنسا ومكتوب لها القد غزال، وهم مخطوطات اخرى نادر وكثيرا منها ضيعها عوامل الطبيعه. على سبيل المثال تنجبروها مخرومه، نجبروها جات لها السحاب وجرضة كالتهم. الاف المخطوطات النادره عثر عليها في هذه المدينة، بعضها يرقد في رفوف اللوفر بباريس في وقت يحتاج العديد منها إلى المزيد من الصيانة هنا في المكتبات الأهلية الزاخرة بنفائس الكتب والمخطوطات في وادان. سعيد الحبيب للموريتانية. معنا الآن مباشرة على الهواء من مدينة وادان التاريخية زميل سعيد الحبيب. سعيد الحبيب مرحبا بك معنا. مرحبا بك. هل من إضافة حول الاستعدادات ومستوى إقبال الزوار على مدينة وادان هذه الأيام؟ أهلا بكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الموريتانية من مدينة وادان، حيث تستعد هذه المدينة لاستضافة النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة للعام 2015. الاستعدادات هنا تجري بوتيرة متزايدة حتى لا نقول متصاعدة. ربما تابعتم في تقرير زميل المختار بابا بعضا من هذه التجليات، تجليات الاستعدادات. منذ يوم أمس كل يوم تشهد المدينة حركية جديدة، سيارات جديدة تدخل، أناس يدخلون، خيام تضرب، معارض تجارية على الشوارع، أسواق موازية تولد هنا يوما بعد يوم، ويبدو أن العدة التنازلية قد بدأ فعلا لانطلاقة النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة. في وراء الكاميرا هناك استعدادات في لإقامة المنصة الرسمية التي ستستضيف الفعاليات، والتي كما تعلمون تتضمن عروضا فلكلورية، تتضمن عروضا مسرحية، تتضمن منوعات ثقافية، إضافة إلى الأيام الأخرى التي تشهد ندوات وحوارات تهدف إلى تذمين هذا التراث، إلى نفض الغبار عنه، إلى لفت الأنظار إلى هذه المدينة التاريخية العريقة. ماذا عن الاستفادة الاقتصادية لساكنة مدينة وادان من هذا الحدث الثقافي الهام؟ لا شك أن هذا الحدث يشكل موسما مهما للتبضع، للتسوق. الناس يأتون من مختلف مناطق هذه المقاطعة وحتى من مناطق أخرى داخل البلاد، يأتون لعرض تجارتهم، لعرض ابتكاراتهم، لتقديم نماذج مميزة من الصناعات التقليدية، من التراث، من الثقافة. إذن هي تشكل في الحقيقة سوقا يمتد لأكثر من ما يناهز 10 أيام، يدلي فيه كل بدلوه، سواء فيما يتعلق بالبحوث، بالندوات، بالمحاضرات، أو فيما يتعلق أيضا بالمعروضات والمقتنيات الثمينة والنادرة والطريفة التي تعرض في أسواق وادان، التي ستتحول إلى سوق مفتوحة مع قادم الأيام. طبعا أشير إلى أننا هنا في الموريتانية
وصلنا قبل أيام، ومنذ أيام ونحن نحضر لهذه التظاهرة، ومن بينها هذه المداخلة هذه الليلة وهذه التقارير التي تابعتموها مشاهدينا الكرام. كل هذا يعود فيه الفضل للفريق الذي أشرف على هذه العملية بكل برمتها، والذي يعمل على نقل المشاهد كلها لحظة بلحظة، لقطة بلقطة، وستتابعون الكثير بحول الله في الأيام المقبلة مع انطلاقة المهرجان. شكرا لكم الزميل سعيد الحبيب، كنت معنا مباشرة من مدينة وادان التاريخية. بقية عناصر النشر نتابعها بعد هذا الفاصل.